سئل أحد المعلمين عن مدى اجتهاد طلابه فرد ضاحكا: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وضحكوا. أحد الجالسين على مائدة الطعام ينادي على صاحبه في الطرف الآخر وهو لا يسمعه، فقال أحد الحاضرين: لا تتعب نفسك، إنهم اليوم في شغل فاكهون. وضحكوا. هل يا ترى هذا المزاح بآيات القرآن الكريم مضحك بالنسبة لك؟ نعم، ولم لا، هذا مجرد مزاح، يعني هذا يدل أن الشخص يعرف القرآن ويقتبس منه. هذا مزاح لا تفهمه أنت، هذا مزاح المثقفين. مزاح؟ اسمع: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرتم بعد إيمانكم، يعني لك أن تتخيل، يعني ربما القائل لم يقصد في كلامه الاستهزاء بآيات الله والكفر، ولكن هيهات. ظهرت المزاح بآيات القرآن الكريم أيها الأحبة منتشرة بين الملتزمين، بين الشباب المتعلم الذي قرأ القرآن، يعني لن تجد شخص غير حافظ القرآن يمزح به، صحيح؟ فهي مع الأسف بين المتعلمين طبعا من جهل لديهم. الدكتور إياد قنيبي مشكور أطلق حملة توعية حول هذه الظاهرة وطلب منا أن نشارك بها، وها نحن ذا، بل سنضيف لها ظاهرة المزاح بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا، وهذا أمر حدث أمامي شخصيا، كنا في مجلس لما اتصلت زوجة أحد الأصدقاء به فقام مسرعا ليجيب هاتفه، فقال أحد الحاضرين: اسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فضحك الجميع حينها. اقتبس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الرسول إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل. موقف عظيم ومهيب استخدمه هذا في المزاح وإضحاك الناس، ولك أن تتخيل مدى بشاعة هذه الظاهرة. بل وصل بنا الأمر إلى استخدام آيات القرآن الكريم للترويج للمحلات التجارية ولفت الانتباه لها. فمثلا، الخياط يكتب وكل شيء فصلناه تفصيله، والحلاق يكتب وجوه يومئذ ناعمة. اللهم إني أعوذ بك أن أكون من المستهزئين، ولكن هذه الأحداث حقيقية وتوجد في بعض الأسواق الآن، وهي انشقاق من ظاهرة المزاح بآيات القرآن الكريم. الأمر مثير للغضب، ولكن كل شيء بالتدرج يزداد، فعندما نتساهل في هذه الظاهرة انتظر مصيبة أكبر. لذلك ما رأيك أن ننظر لهذا الأمر من زاوية مختلفة؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. نعم، اللسان وما ينطق. لذلك يجب أن تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد، بل وتشاركه مع أصدقائك وتنشره في المجتمع. حتى أن المزاح بأمور الدين عامة، حتى لو لم تكن بالآيات والأحاديث، لا تجوز. مثلا، قال أحدهم: كنا في سفر فجمعنا الظهر مع العصر جمع تأخير، ولم نتناول طعام الغداء حتى وقت متأخر. فقال أحدهم ضاحكا: إنو جمع الغداء مع العشاء جمع تأخير. وضحكوا. أو مثلا، سئل أحدهم من بقي في الحي، قال: لم يبقى إلا فلان وحده لا شريك له. أستغفر الله العظيم. الأمثلة التي نطرحها أحبتي في الله هي من باب التحذير والتوعية، ولكن حتى تكون في الصورة، يوجد حالات يمكن أن تقتبس فيها من القرآن الكريم، بل وتأخذ أجر على ذلك. مثلا، الاقتباس المقبول. مثلا، ترى بعض الشباب قد تركوا صلاة الجماعة وذاهبوا للمقهى، فتقول لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، حتى ترجعهم إلى صلاة الجماعة، وهذا أمر جائز. اقتباس المقبول ما يكون في النصح والوعظ والخطب والعهود. الاقتباس الثاني هو الاقتباس المباح. مثلا، يسألك شخص عن حالك وأنت في حزن وكرب شديد، فيقبل أن تقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا جائز، لأنه لا يغير في الآيات ولا معانيها ولا مقاصدها. والاقتباس المباح يكون في القصص والأحوال المناسبة لمعاني الآيات ومقاصدها. أما الاقتباس الأخير والحرام هو الاقتباس المردود، الذي يكون بغير معنى ومقصد الآيات، بل يكون بقصد المزاح والاستظراف وأضحاك الناس، لا الاستشهاد والإفادة. فيقول العلماء أن هذا النوع خطير جدا، وقد يصل بك إلى الكفر. طيب، كيف تتصرف إذا كنت في مجلس وسمعت أحدهم يمزح بآيات القرآن الكريم؟ أولا، لا تضحك إطلاقا. أنت في داخلك يوجد تعظيم كبير لكلام الله عز وجل. إذا سمعت القرآن تخشع وتتأثر وتبكي، لا تضحك. ثانيا، انصح القائل، قل له: لا يجوز يا أخي، أنت هكذا تقع في إثم كبير، لم يبق إلا القرآن لتمزح به. الله سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وكيف لا نخشع نحن. ثالثا، إذا استمر في مزاحه ولم يتعظ لنصحك، اترك ولا تصاحبه ولا تجلس في مجلسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبا،
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة، لذلك لا تنفعك صحبته هذا الشخص إذا لم يتعظ بنصحك. طيب قد تقول يا محمد أنا كيف أتجنب أنا شخصيا الوقوع مثل هذا النوع من الاقتباس المحرم من القرآن الكريم حتى عن غير قصد؟ يعني أول شيء افعله هو عظم الله عز وجل في قلبك. يعني أنت تعرف أن تعظيم الله عز وجل هو عمل قلبي، ولكنه لا يتحقق إطلاقا إلا بأعمال الجوارح كاللسان وباقي الجوارح. مثلا باللسان بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وباقي الأذكار والأذان، باقي الجوارح مثلا كالصلاة والحج. مثلا في الصلاة أنت تضع رأسك على الأرض ذلا لعظمته، وتحني ظهرك بالركوع خضوعا لهيبته. ثانيا عظم القرآن الكريم في قلبك، إذا استمعت له اخشع وتباكى. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم مشاغل الحياة كثيرة من عمل ودراسة ومسؤوليات إلى آخره، ولكن بين كل تلك الأمور لابد أن تقرأ القرآن وتعظمه في قلبك ولو لنصف ساعة. اقرأه قراءة ينشرح فيها صدرك وتهدأ فيها روحك ويرتاح فيها بدنك من أعباء الحياة. اقرأه قراءة تتلذذ في معاني الآيات وتتدبر فيها. اجعل القرآن يمر عليك مرور ماء على صحراء ترويها. أيضا عظم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واقتدي به وبسنته. هكذا لن تقع بهذا النوع المحرم من المزاح، وإذا وقعت سهوا سينبهك قلبك مباشرة. حاسة خطبة الجمعة. على العموم حتى لا أطيل عليكم، يوجد دورة مجانية حول هذه الظاهرة. هذه الدورة ستبدأ اليوم وتستمر لمدة أسبوعين. سيتم إرسال مادة للقراءة لك يومين على هاتفك، وبعد انتهاء الدورة سيتم عمل اختبار، في حال نجحت به تحصل على شهادة من المكتب الدعوي لشيخ عبد الله الكناس، تتضمن إجازة من مؤلف كتاب تحذير الغافلين من خطر الهزء بالدين للدكتور جمال باشا. هذا الكتاب أنا قرأته وجميل جدا، ولكن هذه الدورة ستغنيك عن قراءته، بل ستفيدك أكثر وتفيد من حولك أيضا، فاحرص على الالتحاق به إذا كان لديك وقت. للاشتراك بالدورة أرسل رسالة على الأرقام الواتساب أو التليجرام موجودة في الوصف، وإذا أحببت أيضا أخبرهم أنك من طرفي. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.